اهلا وسهلا فيكم من جديد، مبسوطين يكون معنا بشار ملكاوي وهو الفائز في الحلقه الثالثه من برنامج مش مستحيل، وايضا ميرفت بطارسه وهي مدير التعليم البيئي في الجمعيه الملكيه لحمايه الطبيعه للحديث عن هذا الفوز والحديث عن هذا المشروع. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيكم، صباح الخير، شرفتونا. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم، والف مبروك بشار فوزك، وشكرا ست ميرفت على مشاركه الجمعيه الملكيه لحمايه الطبيعه بتحدي النفايات. هلا ست ميرفت، كنتوا انتوا الشريك المحتوى من البداية مع برنامج مش مستحيل، فبحب أعرف من عندك كيف من لما بديتوا التجربة مع مش مستحيل، التصفيات وراء الكواليس، عبين ما وصلنا لفوز بشار بالتحدي. شكرا رندا وشكرا هيثم، صباح الخير لكم لمشاهدينا. طبعا جمعية ملكية حماية الطبيعة مهتمة بحماية الطبيعة بكافة منهجياتها، فالنفايات واحدة من المؤثرات اللي بتأثر على حماية الطبيعة. النفايات لما بتكون بالطبيعة مش بس منظر جمالي سيء للبيئة وللسائح المحلي أو الأجنبي، ولكن في تأثير على النباتات، على الحيوانات، على التربة، تسممها، تلوثها، فبالتالي إنتاج الزراعي أيضا بيتأثر، وغذائنا اللي بيعتمد على الأرض. فتبعيات المشكلة كتير كبيرة، ومن هون صادفت اهتماماتنا مع اهتمام برنامج مش مستحيل أو الكامبين اللي كانت حملة مش مستحيل. كنا إحنا شركاء محتوى في الترويج للموضوع العلمي وتأثيراته على البيئة بسوشال ماركتينج كامبين كانت، وسوشال ميديا، وعملنا برضو أكتيفيتيز على أرض الواقع، تقابلنا مع الناس، مع الطلاب، مع المجتمعات المحلية، وحكينا لهم عن الحملة. فكان أول دور بتقدر تقولي أنه طورنا المحتوى العلمي للبرنامج، زائد الترويج أونلاين وأوفلاين، يعني الوصول للفئات المستهدفة والناس اللي بدها تشارك، ومن ثم استقبال الطلبات المشاركين. كانت طلباتهم توصل لعنا، كنا نطلع عليها في كريتيريا معينة، كانت بالتعاون بين الجمعية وشركائها في البرنامج اللي هم طبعا بشكل أساسي برنامج مش مستحيل. وعملنا لجنة تحكيم أولية ما قبل العرض التلفزيوني، كانوا يجي المشاركين زي بشار والآخرين اللي وصلوا يقدموا لنا فكرتهم، وبناء على المعايير نقرر أو نوصل لاستنتاج مين ممكن يكون حله عملي وقابل للتطبيق. موضوع الاستدامة أيضا، موضوع الكوست، هل هو مكلف أو غير مكلف هذا الحل المقترح، مدى إمكانيته وتكييفه مع المجتمع والسياق الأردني، لأنه مثلا موضوع النفايات مش بس بالشوارع القريبة من المدن، موجود بالمناطق البرية البعيدة، بالغابات، بالمتنزهات. فبدنا حل يمشي مع مختلف السياق والخصوصيات السياق المحلي. وبعدها رشحناهم لمرحلة العرض التلفزيوني انهم يكونوا مع لجنة الحكم الرئيسية ويختاروا الحل الأمثل. نعم بشار، يعني اول شيء الف مبروك. ثاني شيء لو سمحت تحكي لنا شوي عن حالك، يعني شو خلفيتك يعني في العمل او اكاديميا، وكيف خطرت على بالك هالفكرة؟ يعني ليه قررت تحدي النفايات تحديدا؟ كيف خطرت على بالك الفكرة وكيف نفذتها؟ بس بشكل مختصر سريع. لو سمحت. اورايت، بداية انا مهندس صناعي، خلصت من الجامعة الألمانية الأردنية في الأردن، وكملت حياتي كإنتربرينور، كرائد أعمال، فتحت شركة واشتغلت بشركات كبرى في مجال الطاقة المتجددة. بطبيعة رياد الأعمال دائما بيكون بيشوف التحديات فرص، فقرأت عن تحدي مش مستحيل، شفته على السوشيال ميديا وحكيت لازم أنا أشارك. فعلا شاركت بأكثر من تحدي مش بواحد. والله يس. وتأهلت لثلاثة مش لواحد، لكن بالأخير كانت الأقرب للحل الممكن فعلا أفيد فيه هو تحدي البيئة ورمي النفايات في الأماكن العامة. وهون كانت الفكرة اللي هي سلتنا أو سلت النفايات الذكية، اللي بتعمل على الحد من عملية رمي النفايات في الأماكن العامة بطريقة مبتكرة، عملية وذات جدوى اقتصادية. يعني هذا بلمحة سريعة. عن إذا أكيد إحنا بنبارك لك، مبارح فوزت، كنت أنت من الثلاثة النهائيات سلتنا. رح نشوف مع بعض هلأ لحظة فوزك مبارح بمش مستحيل، نرجع نعرف تفاصيل سلتنا اللي صممها بشار ملكاوي. شكرا. بس اللجنة ارتقت انه بشار، مهندس بشار، بشار اللي مبروك يا بشار، 5000 دينار. يا بشار، طيب اشرح لنا سلتنا كيف تشتغل. سلتنا بداية هي ايش بتعالج؟ بتعالج السلوك الاجتماعي للناس اللي بيرموا النفايات في الأماكن العامة. اول ما قررت اشارك في البرنامج قلت بنزل وبسأل الناس بالشارع ليش بيكبوا زبالة على الأرض. فعلا زلت سألت كم حدا من هالموجودين الأصدقاء، وكان الجواب يعني المعظم بيحكي انه ما هو الكل بيعمل زي هيك،
هي وقفت علي وهكذا. ففعلا قرأت عن الموضوع، لقيت فيه سلوك اجتماعي بيحكي انه الناس بتمشي في زي عربة السيرك ورا بعض في جموع، وهذا الاشي ما بنحل الا اذا عملنا الديجيتال نادجينج وعملنا اللي هي الترغيب والترهيب في كل شيء، سواء كان في رمي النفايات او في التعليم او في اي مجال بدنا اذا بدنا نعالج سلوك اجتماعي لازم نعمل خاصيه ترغيب وترهيب. الترغيب كان انه احنا نعمل بوينتس او نعمل ريوردينج او نعمل رسائل تشجيعيه للناس بالسله هاي انه تكون بالنسبه مكانها، والترهيب يكون انه في رقابه، تفعيل دور الشرطه البيئيه حقيقه يكون على الناس اللي بترمي زباله خارج السله هاي، يكون عندهم بينالتيز او يكون عندهم عقوبات ومخالفات. هاي ممكن الاستراتيجيه اللي اتبعناها بسلتنا كتصميم السله، هي عبارة عن بن عادية سلة فيها مستشعرات سنسورات سنسورات حركة، إذا حدا مر من جانب السلة هاي ممكن تعطيه رسالة تشجيعية، صباح الخير، نهارك سعيد، نظافة من الإيمان، شغلات زي تحكي. إذا حدا كب الزبالة في مكانها بالسلة تحكي له شكرا لك أنت إنسان رائع، أو شكرا لك أنت إنسانة رائعة، وهكذا تشجع الناس يكبوا الزبالة محلها. هاي الخطوة الأولى كانت للسلة. هلا هي على الطاقة الشمسية، وطبعا على الطاقة الشمسية لأنها تحتاج كهرباء أو طاقة، فالطاقة بتيجينا من الشمس. التنين اللي هي ممكن إحنا نعمل ريوردينج أو جوائز، ناس تربح من هذا الشيء، خاصة الأطفال إذا بنحطها إحنا في متنزهات أو في مدارس، إذا بتحط الزبالة في مكانها بتدخل على سحب أو بتاخذ فاوتشر تشتري من السوبر ماركت المحيط في المنطقة وهكذا. ثلاثة إحنا زي ما حكينا الرقابة، أربعة ممكن نعمل ريسايكلينج، نعمل إعادة تدوير للمحتويات السلة، ويكون في كومباكتينج اللي هو المكبس بيضغط السلة، هذا الشيء بيوفر في مصادر جمع النفايات. كلهم مع بعض سميناهم السلة الذكية أو سلتنا. طبعا التطوير مستمر عليها، اليوم هي فكرة، بكرة هي نموذج، بعده هي برودكت أو منتج مطبق، وإحنا راح نضل نطور عليه مش فقط في الأردن، حتى عنا يعني ممكن نوزعه في كل مكان، لأنه المشكلة رمي النفايات هي مشكلة إنسانية بحد ذاتها مش فقط في الأردن. نعم نعم جميل جدا، يعني فكرة كثير رائدة فعلا باشمهندس ست ميرفت. يعني دور الجمعية بشكل عام يعني فاي المشاريع بالمشاركة مع برنامج مش مستحيل، وفي البرامج الأخرى تحكي لنا هيك أو لمحة هيك سريعة عنها لو سمحتي. بشكل عام الجمعية كثير بتشتغل على التعليم والتوعية في مجال رمي النفايات، بالإضافة لمواضيع تانية بالتوعية طبعا، من وعي الناس، أو هي بتبدأ بالرسالة إيش بدنا من الناس. فموضوع السلوك يمكن الناس مرات يخطئوا بالتوعية إنه يعني مش محدد الرسالة، فإحنا بنشتغل كور فور الأكشن، إنه إيش العمل المطلوب منك، ارمي في الحاوية وليس جنبها مثلا، أو مش بس تجمع نفاياتك، لأنه بجوز يجمعها ويتركها تحت شجر أو بمكان ما، لا إحنا مطلوب منه يوصل للسلة. فبندرس إحنا السلوك، شو هي المحفزات للسلوك الإيجابي، شو اللي بشجعه يا ترى ليكون سلوكه إيجابي، وبالمقابل ما هي البيريرز أو المعوقات تجاه السلوك السلبي. يمكن مع بشار كان من الملاحظات بالشارع انه لا ما الكل بيعمل هيك، الناس بتنسخ سلوك بعضها البعض، وهذا موجود. في حاله بقدر احكي عنها يعني صارت احنا، لانه بالمحميات الطبيعيه بتعرف ومتنزهات بريه باعتبار، نجحنا كثير بموضوع رمي انه نحد من مشكله رمي النفايات. لما سالنا الناس كانت اجابتهم انه احنا ناس كسالى ما بنحب نمشي مسافات بعيده. فالبيهيفير تشينج احنا بدنا نكون حذرين، يعني كل كيس بتندرس لحالها، بمعنى يمكن السياق الشارع العام غير عن سياق المحمية والمتنزه البري. فبالتغيير السلوك بدك تعرف بالضبط وين المشكلة وين العقبة تجاه السلوك السلبي. فحطينا لهم سلات قريبة منهم وفعليا قضينا شو يعني قريبة منهم، يعني كل متر سلة يعني بالمحميات الطبيعية الناس بيكون فاميلي بيكنيك أو رحلات عائلية، فكل 4-5 عائلات حطينا بالنص زي يونت سلات. هاي السلة كانت مصممة بطريقة طبيعية من الخشب، ولونها لون الطبيعة ناتشرال يعني، فكانت قريبة من كل حدا، يعني يمشي له دقيقة زمن مثلا وهي وصل لهاد. وبالإضافة لهيك اشتغلنا على الترويج للرسالة، انه طلبنا منهم برسالة محددة ايش بدنا منه، انه يجمع النفايات ويضعها بالسلة. وفرنا لوحات إرشادية إنه على مدخل الغابة أو المتنزه وين أنت ممكن تلاقي سلة. فبرضو اللي عنده توجه إيجابي لهذا السلوك بيعرف وين في سلات، وبروح بيقعد بهذيك المنطقة لحتى نسهل عليه. فموضوع
تغيير السلوك في كثير عناصر المفروض انه اي مطور برنامج يهتم فيها، يعني من تحديد المشكله بدقه للمعوقات للحوافز اللي بتساعده على انه يتبنى السلوك الايجابي، وهذا ضمن موضوع الضبط كمان. بالاضافه لهيك بجوز نوصل ببعض المشاكل مش بس للتشجيع الايجابي والبسيط، يمكن يوصل الكنترول او ضبط الموضوع للعقوبه، وبالتالي بصير موضوع قوانين. فبنعرف الاردن يمكن نشيطه جدا بقوانين البيئه. حلو، وكمان قوه الكلمه المكتوبه، لما تكون التعليمات من البدايه وين تحط النفايات بصير الواحد خلص يعني نفسيا عارف انه في قوانين عم بتبعها. بس صحيح. انا بدي اجي لك بشار، يعني زي ما تفضلتي كمان ست مرفت انه كثير كان من المشاريع اللي تقدمت لتحدي النفايات كثير فيهم كان نوع المكافاه، يعني كثير كان موجود. بس هون بدي اجي لك بشار، يعني ليه بتفكر امبارح مشروعك انت اللي فاز؟ يعني يمكن حكيت في البداية إنه سلتنا هي سلة نفايات بتخلي الناس يحدوا من عملية رمي النفايات في الأماكن العامة بطريقة مبتكرة ذات جدوى اقتصادية وعملية. يمكن هدول كانوا الثلاث خواص اللي خلوا الحكام يختاروا سلتنا كفائز. حلو، طيب شكرا كثير بشار، يعطيك الف عافيه والف مبروك، وان شاء الله بنشوف هذا مشروعك مطبق في الاردن وكمان في الدول المجاوره وعالميا كمان، ليش لا؟ فبنحكي انه هذا المشروع انطلق من عندنا من هون. شكرا كثير ست مرفت، شكرا كثير لك، شكرا لكم، شكرا لكم، ان شاء الله بنشوف سلتنا وين ما كان بالاردن.